رغم أننا ننام كثيرا فنحن نشعر بالتعب طوال اليوم، يا ترى ما هي أسبابه؟ لنتعرف على أسباب التعب في أجسامنا طوال اليوم. كما نعرف نحن أن معظم الأطباء العالم ينصحون بالنوم بثمان ساعات، وبعض الأشخاص ينامون أكثر لكن يشعرون بالتعب طوال اليوم، لهذا يسمى بالتعب المزمن كما ذكر في موقع هايكل براكسيس الصحي الألماني، وغالبا ما يشير إلى أعراض صحية خطيرة. فيما يلي قائمة الأمراض والأعراض الصحية التي تسبب في التعب المزمن، وهي: أولا، نقص فيتامين الحديد، وهو يسبب بطء نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء، وغالبا ما تتأثر النساء بشكل خاص بنقص الحديد، كما هناك علامات أخرى تشير إلى نقص الحديد مثل تساقط الشعر وعدم القدرة والتركيز وشحوب في الوجه. ثانيا، نقص فيتامين B12، يوجد هذا الفيتامين بصورة كبيرة في الكبد ولحوم السمك السلمون ولحوم البقر والحليب ومشتقاته والبيض، ومن الصعب التعرف على من يعاني منه بالضبط دون فحوصات طبية من قبل الطبيب. لذلك غالبا ما يتأثر النباتيون بنقص هذا الفيتامين B12. ثالثا، مرض السكري. في حالة مرض السكري يكون مؤشر نقص الهرمون الأنسولين لا يعود قادرا على استقلاب الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى طاقة في خلايا الجسم. رابعا، قلة الحركة. معظم الناس يقضون أوقاتهم أمام الكمبيوتر أو في المكتب أو الجلوس أمام التلفاز، فهم دائما يحسون بالتعب والمرض. وثبت علميا أن الرياضة تقلل من حالات القلق والإرهاق وتنشيط الدورة الدموية. خامسا، قلة شرب الماء. ينصح بشرب الماء لتر ونصف يوميا لأنه ينشط خلايا الجسم، لأنه لا يعمل بصورة صحيحة إلا في وجود سوائل كافية في الجسم. سادسا، مضادات الهستامين. من يعاني من حساسية الربيع وحبوب اللقاح يعرف مضاعفات أدوية الوقاية من الحساسية، وهي في نفس الوقت تسبب الإرهاق والنعاس الشديد. سابعا، مشاكل الغدة الدرقية، وهي مركز الهرمونات في الجسم ولا تتحكم فقط في عملية تمثيل تناول المواد الغذائية، وعندما لا تعمل الغدة بشكل صحيح لا يتم إنتاج الهرمون تيركسيون وهرمون ثلاثي اليودوترين، وهو أيضا يسبب في الإرهاق والتعب وضعف دقات القلب. لذلك إذا استمرت ظهور أعراض أخرى مثل الحساسية للبرد أو زيادة في الوزن أو الكسل، يجب مراجعة الطبيب المختص فوراً.